السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد وفي نهار جديد، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال كلكم بنياتي وليداتي كلكم. تحياتي لكم كبيره داخل الوطن وخارج الوطن، تحت الطلب المتتبعات وتحت التعاليق ديالهم تيجيوني تعاليق كثيره. هذا الفيديو بمثابه تبشير لبنياتي وتحضير في نفس الوقت. كيفاش تبشير وتحضير؟ يعني كيجيو بنياتي كيكتبوا لي تعاليق يقولوا لي خالتي حنا فات وقت الدوره، يعني باسبوع او ب 11 يوم ما نزلتش لي الدوره، يعني ما نزلتش لي الدوره، لكن من بعد مني كتنزل من بعد هذيك 7 ايام او من بعد اسبوع او 10 ايام كتنزل قليله، يعني 20 قيطات قلال وكيكونوا بنيين. وكاين اللي كتقول لي كينزلوا حمر كلوش، كتقول قلال وكيمشيو، وكيكونوا مصاحبين هذوك القطط اللي كينزلوا كيكونوا مصاحبهم واحد الالم مثل الام الدوره. ملي السيده كتبغي تجيها الدوره بحال هكا كتجيها بحال هكا كتحس. بنياتي قبل ما نقول لكم شنو علاش راه كنجاوبكم بنياتي، لكن هذا الجواب اللي غنقول لكم علاش درت لكم عليه فيديو، لانه استعجالي باش بنياتي نحضرهم ونبشرهم او ميم طون، يعني ندير التحضير والتبشير باش بناتي يكونوا حاضرين هاد العلامات باش يردوا البال، حيت بنياتي كيكونوا مبتدئات ما عارفين حتى شي حاجه ما عارفينها. وقبل ما نبداو ان شاء الله الكلام هنا، ما تحلى الكلام الا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله على بركه الله. كيف غنقول لكم بنياتي، مني السيدات البنيات كتجيكم قبل يعني كتفوت عليكم الدوره باسبوع ما كتجيكمش، كتقولوا تعطلت على الدوره وكتكونوا دايرين شي وصفات، يعني دايرين شي وصفات تنشيطيه للمبايض باغي تحملوا، ومن بعد ما كتجيكمش الدوره على 7 ايام ولا 10 ايام، حتى كتجيكم دوك النقيطات كيكونوا قلال، يا اما لونهم بني يا اما كيكون لونهم زهري، اما كيكون لونهم احمر فاتح ومصح مع داك القيطات اللي كيهبطوا كيكون معاهم واحد الالم مثل الام الدوره. بغيت نقول لكم ابنياتي راه غنبشركم، اولا كنقول لكم مني كطرى لكم هذا المشكل راه كنبشركم بان عندكم حمل، وياكم تشربوا شي حاجه اللي تهبط لكم الدوره، اللي غادي تولي عندكم اجهاض. علاش؟ لان هذاك ملي كتفوتكم الدوره بسبع ايام او بثمان ايام او وقت اللي كيكون صافي ولات عندكم وقت الاباضه، كتكونوا دايرين واحد الوصفة وكتجي وقت الاباضه اش كيطرى؟ كتنزل البويضه للغراس في الجدار، كتنغرس في الجدار الرحم، ومني كتنغرس في الجدار الرحم كينتج عنها واحد النقاطي ديال الدم حاشاكم. هذاك الدم يا اما كيكون اللون ديالو احمر، الا كان نزل داك النهار كيكون احمر، ويلا نزل لكم بني عرفوا راه تنغرست بيوم ولا يومين، غير داك هذيك الدم ما نزلش حتى تاكسد، يعني تتغير ليه اللون ولا بني عاد نزل، ولكن عندكم انغراس البويضه في جدار الرحم. شنو بغيت نقول لكم؟ والبنات كاين اللي كتسرع وكتمشي كتشرب القرفه وتشرب شي مشروبات ساخنه، تقول لك واقيلا الدوره الشهريه جاتني لكن واقيلا البرد ولا ما خاصني نسرع باش تهبط. لا، هذا خطا، هذا كنقول لكم هذا هو التحذير ديالي لكم، ما تشربوش ملي تشوفوا بحال هاد العلامات، ما تشربوش الحاجه السخونه، الا شربتوا حاجه سخونه غتقدر ديروا الاجهاض، يعني نزل لكم الجنين وتحاولوا راسكم صافي عير الدم جاتكم بكثره. وكيدي بحال هكا تجي الدوره بكثره كتقول لك راه عندي نزيف، راه كتولي كتكوني انت درتي هذا المشكل وجاك الاجهاض وما عرفتيش بانك الاجهاض، لانك راه الاجهاض راه كيكون بهذه الطريقه. وكاين بنياتي كيكتبوا لي كيقول يا خالتي راك درنا التيست، ملي شنا درنا التيست وبان لينا ما كاين والو، مشينا على الطبيب قال لنا ما عندكم والو، غادي ديروا التيست في الاول ما غادي يبان لكم والو، لان الهرمون الحمل باقي ما طالعش،
هرمون الحمل تيطلع تا كتغرس البويضه وتنقسم وتعشش ويولي جنين ويولي هذا عشان كيطلع الهرمون ديال الحمل، يعني الهرمون ديال الحمل هذا كيبان لكم في داك الطيس اللي كتشرو في الصيدليه. وخا تمشيو عند الطبيب يدير لكم السونار او يدير لكم ليكوغرافي راه ما يبانش لكم، لان الطبيب ما كيبان ليه الجنين حتى الجنين يولي عنده 40 يوم، ملي تولي عنده 40 يوم يولي عنده دخل عنده النبض، القلب كيولي كينبض، يعني كيولي القلب ديالو كيتكتك يعني كيضرب، عاد كيشدو السونار وكيعرف انك عندك حمل. قبل من 40 يوم راه ما يبانش ليكم، ما يعرفوش انها المرأة حاملة ولا ما حاملاش، لكن بيست يقدر يبان من اسبوعين حتى ثلاث اسابيع يقدر يبان في التيست. داك التيست اللي كنشريوه من الصيدليه اللي كنديروه بحاشاكم بالبول قبل ما نفطروا، قبل ما نفطر داك قبل الفطور كتاخذي داك شويه البول وكديري في داك التحليل ديال يعني ديال الصيدليه، وكيطلعوا اما جوج شرطات، اما شرطه واضحه او شرطه خافته باهته، كتعرفي الا طلعت لك شرطه اخرى ثانيه باهته عرفي الهرمون هرمون ديال الحمل باقي ما طالعش، باقي ما ترتفعش. عاودي دوزي اسبوع اخر وعاودي ديري عاودي التيست غتلقاي صافي وضح جوج خطوط حمراء غتعرفي صافي عندك الحمل. هادو بالنسبه لبنياتي اللي كيسالوا بزاف البنيات كيجيو كنجاوبهم لكن ما كيشوفوش الجواب، لان هاد الفيديو درت لكم استعجالي ليكم بنياتي، خايفه عليكم لا تولي تشربوا شي حاجه سخونه ولا تشربوا شي حاجه ويولي عندكم اجهاد. نتوما باغين تحملوا ومشتاقين للحمل، لكن مني كتحملوا كتخسروه بيديكم بلا ما كتعرفوا، بلا ما كتعرفوا انكم راه محاملات. بغيت نقول لكم نوصيكم بنياتي، راكم بحال بنياتي كنخاف عليكم وكنوصيكم لانكم بنياتي ما فايتاش عليكم، وبنياتي مبتدئات وما عندكمش والديكم او الناس اللي كبار اللي حداكم اللي غتسولوهم، او تكونوا كتحشموا من اهاليكم وتبغوش تقولوا اشنو عندنا. انا بغيت نقول لكم بنياتي كنوصيكم الا شفتوا بحال هاد العلامات راه علامات ديال الحم، راه بزاف البنات كيجاو عندي ماشي غير بنت ولا جوج ولا ثلاثه، كيجيو اربعه خمسه سته سبعه ديال البنات كيجيو خالتي حدود الوصفات احنا فاتنا وقت الدوره ما جاش على 7 ايام على 10 ايام ونزلتينا واحد النقط اللي هما قويين او نقط حمرين، اش غنديروا خالتي واش نشربوا واشنو اشنو المشكل؟ المشكل ديالكم راكم حاملات، كنبشركم راكم عندكم الحمل، عندكم الحمل واخا ما يبانش لكم في التيست. صبروا 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 حتى طولوا شويه يطلع لكم هرمون الحمل، عاد ديروا التيست، عاد سيروا عند الطبيب، عاد ديروا ليكو، عاد باش تعرفوا راسكم حاملات باذن الله. وهذا هو الفيديو ديالي التحذيري لكم بنياتي السريع جدا، باش بنياتي اللي جاتها بحال هاد الاشارات تعرف راسها راه حامله، ما تسرعش ما تشربش يعني القرفه، ما تشربش داكشي اللي كيسخن الشيح، بزاف الحوايج اللي كيسخنوا باش كتقول له غنهبط الدوره، هذاك الشيء اللي كتقولي غنهبط به الدوره غادي طيحي به الجنين ديالك. هادشي بغيت نقول لكم بنياتي، ونتمنى تكونوا عرفتوا الوصيه ديالتي والتبشيريه والتحذيريه اللي جبت لكم في هذا الفيديو، وان شاء الله الله يكمل عليكم، الله يثبت الحمل ديالكم بنياتي اللي حملتو بالوصفات. وبغيت نقول لبنياتي في هذا الفيديو الاخر اللي درتو ديال ورق الرند، يعني ورق موسى مع القرفه، راه كيجيو شي تعاليق يقولك خالتي هاد الوصفه بالذات من شهرنا الاول حملنا بها، كنحملنا بها، وكيجيو شي بنات كيكتبوا التعاليق يقول لها بركه من الكذوب، راه كتكذبوا كديروا الزور. الله يهديكم ابنياتي، الله يهديكم، الله يهديكم على نفوسكم. واش حنا جينا نكذبوا عليكم؟ حنا راه ما جيناش كنكذبوا عليكم، واش غنتفق مع المتتبعات ديالي نقول لهم كذبوا بلاصتي؟ واش هما غادي ينعسوا نعسوا في بلاصتي ولا انا غنعسوا في بلاصتهم؟ الله تعالى مني غادي يحاسبني على الكذوب اللي غنقول لكم؟ هادشي راه ما فيش الكذوب، راه الوصفه اللي كنجيبها لكم ابنياتي
حتى كتكون ناجحه ومجربه باذن الله. وهاد الوصفات اللي كندير لكم تياخذوها بزاف القنوات وكيعاودوا يروجوها، تيروجوها في تيك توك، يروجوها في الفيسبوك، كيجيو عندي نيت المتتبع تيقول يا خالتي راه كدوري في الفيسبوك، راه كياخذوا لك الوصفه ديالك كتقولوا باش غادي دير. خليهم الله يعاونهم، اللي قدرش على شي حاجه الله يعاونهم، عندي باغا ندير لهم. المهم توصل بنياتي وراها راها صدقه جاريه ماشي مشكل. اللي خد شي وصفه وبغى يروجها الله يعاونو، الله يستر ليه ولا يرزقو من حيث لا يشاء، من حيث يشاء. يعني الرزق كله قال لك الحوانت، كيقولوا الحوانت مصافه وارزاق مختلفه. راه كيكون واحد الحال بقال حدا بقال حدا بقال وتيقول لك انايا مقيله ما غاديش نبيع. لا، وخا يكونوا مصافين الرزق كيجيبو لك الله من عند الله، ما عندك ما كاين. وكاين اللي كيقولوا يدخلوا ثاني البنات تيقول كنقول لك خالتي كدير هاد الوصفات عاب كذوب باش تدخلي بهم فلوس. اين فلوس بنتي؟ واش كتجيتي حسبتيهم معايا؟ جيتي عرفتيني شحال كنربح ولا شحال ما كنربح؟ كتشوفوا يعني المشاهده طايحه، المشاهده. انا راه حال هاد القناه في سبيل الله صدقه جاريه لبنياتي باش يطحموا عليا ويرحموا لي والدي عليها، على هاد الوصفات اللي كنعطيكم. رحمه عليا وعلى والدي هاد القناه. اش غنقول لكم ابنياتي؟ الله يهديكم على نفوسكم، الله يهديكم على نفوسكم ابنياتي. وما تنساوش كما راه كنحشم ابنياتي، ما تنساوش اللايك قبل ما تخرجوا ابنياتي، ديروا لميتكم اللايك، يعني ديروا الاعجاب باش يترفع هذا الفيديو. وما تنساوش الاشتراك لبنياتي اللي باقي ما اشتركاش، وبارطاجيو مع الناس اللي محتاجين هاد النصائح وهاد الشيء باش البنات باش يتعلموا. بناتي باش يتعلموا وتعلموا. وبالنسبه لبنياتي اللي بنياتي اللي دوكا شهرهم هذا غادي يولدوا، الله يفكهم على خير، الله يجيب لهم الفكاكه على خير. راه عطيتكم اللي كيجيو عندي كيقول يا خالتي عطينا شي وصفات باش نولدوا طبيعي. انا عطيتكم واحد الفيديو فيه ثلاثه الوصفات اللي فيهم باش تولدوا ان شاء الله طبيعي، ولدوا بنات طبيعيه. يعني كنعطيكم داكشي ديال الجدات، ديال المولود، ديال التراث، ديال تراثنا المغربي. والى اللقاء في فيديو اخر وفي وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.